رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، ومنورنا دلوقتي في الاستوديو استاذ محمد قطب ناقد رياضي في صحيفه اخبار الرياضه. مساء الفل عليكم، منورنا اكيد في كلام في الميديا. مساء الخير يا شيماء، ومساء الخير على جميع مشاهدي قناه الاهلي. طبعا عندنا كلام كتير عن النادي الاهلي، ويمكن الاهم هو الكلام عن مواجهه سيمبا التنزاني يوم السبت اللي جاي في الدور الثالث من دوري المجموعات في البطوله الافريقيه. لو نتكلم عن المباريات الاخيره للنادي الاهلي، شفت مستوى النادي الاهلي اختلف بعد التدعيمات الأخيرة وتحت قيادة مارتين لاسالتي في مبارياته الأخيرة اللي خاضها في الدوري المصري الممتاز؟ هو طبعا أكيد، يعني أولا هو المكسب الأخير على مصر المقاصة ووادي دجلة، وادي دجلة بالذات مصر المقاصة، يعني أدى أدى دفعة كبيرة جدا للعيبة النادي الأهلي، رجع الثقة اللي كانت فقدوها بعد ماتش الداخليه. طبعا المباريات الافريقيه اللي الاهلي كسبها دي برضو ادت دفعه كويسه جدا لجماهير النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي. الماتشين اللي فاتوا طبعا كانوا مهمين جدا للنادي الاهلي، يسعى ان هو يضغط على بيراميدز ويضغط على نادي الزمالك في قصه المنافسه على الدوري السنه دي. النادي الاهلي الى حد الان بالورقه وبالقلم هو لسه موجود في المنافسه. نادي الزمالك طبعا بيقدم مباراه قويه جدا، واستطاع الفتره الاخيره ان هو يفرق بشكل كبير جدا على القمه، لكن خلينا نقول ان لسه في ماتشين اهلي وزمالك، في ماتشات لسه للزمالك مع فرق قويه، النادي الاهلي عنده برضه ماتشات قويه. كل الامور بتاعت حسابات الدوري لم تحسم بعد، النادي الاهلي لسه عنده مباريات يقدر يعوض فيها فارق النقاط، نادي الزمالك ايضا عنده مباريات قويه. اعتقد ان الصفقات الجديده اضافت بشكل كبير جدا للنادي الاهلي، بالذات رمضان صبحي ولحد دلوقتي طبعا موجود حمدي فتحي، بس هو طبعا كان مصاب الماتش اللي فات، لكن اعتقد ان هو هيفرق بشكل كبير جدا في ظل ان الكابتن حسام عاشور يعني عنده اصابه ولسه ما رجعش للفورمه بشكل كويس. اعتقد ان المباريات اللي جايه هتكشف الصفقات الجديده للنادي الاهلي بشكل كويس يعني. طب لو سالتك من خلال تقييمك للمباريات اللي فاتت، شفت مين صفقات جديده حاسس ان هو ده اللي هيفرق كتير قوي مع النادي الاهلي؟ لحد دلوقتي رمضان صبحي، لان النادي الاهلي كان رجوع رمضان صبحي صحيح في مباراه مصر المقاصه في وادي دجله، طبعا كان اكيد هو صاحب شخصيه البطل في اللقاءين. النادي الاهلي كان بيفتقد الفتره الاخرانيه في ظل اصابه عدد كبير من النجوم الى اللعب من ابناء النادي ويكون عنده شخصيه قويه. صحيح. النادي الاهلي وجدها في رمضان صبحي خلال بعد ما جابه في يناير. طبعا كان موجود احمد فتحي وكان موجود وليد سليمان وكان موجود حسام عاشور، كل اللعيبه دي لما اتصابت النادي الاهلي اصبح من غير لاعب قائد داخل الملعب رغم صغر سن رمضان صبحي، لكن برضه هو بيمثل النادي الاهلي لانه روح التيشيرت الاحمر يعني روح الفانله الحمراء، يعني كل الامور ديت ساعدت بشكل كبير ان النادي الاهلي يدي اولا الثقه للاعيبته ويدي الشخصيه بتاعت النادي الاهلي اللي كان النادي الاهلي محتاجها الفتره اللي فاتت. وادينا شفناهم في ماتش المقاصه وماتش وادي دجله، لعيبه النادي الاهلي بتلعب بروح كبيره جدا، قدروا ان هم يستطيعوا ان هم يحققوا 6 نقاط في مباراتين الناس ممكن تكون فاكراهم سهلتين، لكن هم المباراه كانت صعبه جدا يعني. صحيح. طيب خليني اسالك، احنا لسه طبعا الانتقالات الشتويه ما اتقفلتش لحد دلوقتي، يمكن اخر يوم هيكون ان شاء الله بكره، فخليني اسالك عن التصريحات اللي سمعناها من كابتن محمد يوسف ان قد يكون هناك صفقه ثانيه وفي الاغلب هتكون في مركز الدفاع، ولكن برضه سمعنا امير توفيق مدير التعاقدات من النادي الاهلي وهو بيتكلم ان خلاص احنا قفلنا باب التعاقدات كده، بعد ما اتسال عن هل في امكانيه ان احنا او في تفاوضات او مفاوضات دلوقتي ان احنا نضم مجدي قفشه من بيراميدز، فهو الراجل رد وقال لا، الموضوع بتاع الانتقالات خلاص اتقفل على كده بناء على الطلبات الخاصه بمارتين لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي. هو طبعا كابتن محمد يوسف من وجهه نظره ان هو كان شايف ان الاهلي كان محتاج صفقه دفاعيه في الفتره اللي جايه، ويمكن الوقت ضيق فعلا ان هو ان النادي الاهلي يحسمها في ظل ان لحد دلوقتي انت ما عندكيش يعتبر اللاعب اللي هو نقدر نقول عليه ان هو ده المدافع اللي يقدر يلعب باسم النادي الاهلي. يعني طبعا النادي الاهلي جاب ياسر ابراهيم، هيبقى موجود سعد سمير رجع من الاصابه، رامي ربيع ان شاء الله راجع، محمد نجيب راجع، هيبقى عندك احمد علاء موجود، هيبقى عندك سمعنا كلمه راجع دي راجع هم بيروحوا ويرجعوا للاسف يعني. فكل الناس دي كلها يعني المفروض ان هي يعني هترجع من الاصابه خلال الفتره اللي جايه.
اعتقد ايمن اشرف بيأدي دور كويس جدا في مركز قلب الدفاع، مع طبعا وجود ياسر ابراهيم اللي اثبت نفسه بقوه خلال الماتشين اللي فاتوا. اعتقد مجدي قفشه هيبقى فيه صعوبه جدا ان النادي الاهلي يقدر يتعاقد معاه، نظرا للحساسيه اللي موجوده بين مسؤول الناديين بيراميدز والاهلي. كل الامور ديت اعتقد هتبقى صعبه في انتقال اللاعب للاهلي، وكمان تصريحات مسؤولي بيراميدز ان خلاص يعني مجدي قفشه باقي معاهم، والكلام ده طلعوه من خلال اليومين اللي فاتوا، يعني اكدوا في بيان رسمي القصه دي. طيب يعني من مصادرك متخيل ان النادي الاهلي ممكن يدعم الصفوف بصفقه اخيره في مركز الدفاع؟ لان احنا كنا سامعين في الفتره اللي فاتت او في الايام اللي فاتت دي عن صفقه او صفقه المدافع احمد سامي من الجيش. هو ممكن، بس ما اعتقدش ان الكلام ده يحصل، يعني النادي الاهلي ما اعتقدش ان زي ما بقول لحضرتك النادي الاهلي عنده وفره في الدفاع، يعني عنده حوالي 4 لعيبه او 5 لعيبه، والاهلي كمان مطلع الجزار اعاره للجونه، فاعتقد لو كان الاهلي محتاج مدافع كان ابقى على الجزار، يعني كل الامور الناس اللي راجعه دي كلها ما اعتقدش ان النادي الاهلي هيحتاج مدافع. وكمان محمد هاني بيلعب قلب دفاع كويس، ايمن اشرف بيلعب قلب دفاع كويس، مش مركزهم بس بس بيأدوا فيهم بشكل كويس. احمد فتحي ان شاء الله برضو راجع، فكل الامور ديت هتخلي الناحيه الدفاعيه عند النادي الاهلي اقوى عن المكانه. يعني يعني برغم ان النادي الاهلي عمل صفقات مهوله وصفقات طبعا بارقام خرافيه بالنسبه للنادي الاهلي، يمكن اول مره النادي الاهلي يتخطى حجز ال 200 مليون جنيه في ميركاتو سواء شتوي او صيفي، فخلينا نتكلم عن الصفقات الكتيره دي وازاي الصفقات دي بتواجه برضو الاصابات اللي احنا بنشوفها، يمكن اصابات متكرره، يمكن كل مباراه في اصابه واثنين وثلاثه، فازاي ممكن الصفقات دي تعوض الاصابات، ولا انت شايف الموضوع ماشي ازاي؟ ما هو للاسف الجديد حتى بيتصاب، يعني محمد محمود اتصاب، حمدي فتحي اتصاب، ياسر ابراهيم اتصاب، رمضان صبحي اتصاب، كل الامور ديت اصابات لحد دلوقتي انا بستغرب لها، لان في النادي الاهلي بس. يعني انا الاستغراب كله هي ليه في النادي الاهلي بس، يعني ليه مثلا مش بتحصل في انديه اخرى يعني الاصابات دي حاجه وارده، لكن ان هي تحصل بهذا الشكل في نادي واحد هي في حاجه كده غلط، في حاجه الله اعلم. هل بقى ده مدرب احمال، هل الدكتور، هل النفسيه بتاعت اللعيبه نفسها مش متعوده ان هي حاجه زي كده، الله اعلم. يعني ما تعرفيش ايه سبب قصه الاصابات، هل الارض او الملعب بتاع مختار التتش في حاجه، هل ملعب السلام اللي كان الاهلي بيلعب عليه ماتشاته فيها حاجه، كل الامور دي ما حدش لحد دلوقتي لسه عارف ايه سبب الاصابات، لكن ما نقدرش نقول اكتر من هو قضاء وقدر. يعني صحيح ده اللي نقدر نقوله. شفنا حاجه شبه كده او كيس شبه النادي الاهلي دي سموحه السنه اللي فاتت لما لقينا عنده فجاه 7 رباط صليبي، يعني لا ربنا يبعد عننا رباط الصليبي. الاصابات حاجه ورباط صليبي حاجه ثانيه، يعني لما تبقى 7 رباط صليبي غير لما 7 كل اصابات، يعني انت بتحاولي تعوضي الاصابات بالصفقات فصفقات تتصاب، دي حاجه غريبه جدا. فدي حاجه مختلفه خالص عن 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 قصه سموحه. يعني انت حتى سموحه لما جاب لعيبه الحمد لله اللعيبه اللي جابها فضلت زي ما هي، انما اللعيبه اللي النادي الاهلي جابها برضو اتصابت. يعني اهم حاجه طبعا ما يكونوش حاجه ليها علاقه بالرباط الصليبي طبعا، عشان خاطر اللعيبه تقدر ترجع تاني ان شاء الله. يعني يمكن عندنا بس حادثه رباط صليبي وحيده محمد محمود، يعني لاعب ما جاش ما لحقش يجي النادي الاهلي ولسه صغير، وكان قدامه فرصه ان هو ياخد فرصه كويسه وان هو يقدر يثبت وجوده. كابتن شوقي غريب بيتكلم قد ايه هو احنا خسرانين اللاعب ده، يعني طبعا ما هي مش خساره، وخساره الاجيري برضه، مع محمد صحيح. محمود بيلعب في المنتخب الاول صحيح، فعقبال ما يرجع ممكن ما يلحقش كاس الامم، يعني فكل الامور ديت ان شاء الله يرجع سريعا باذن الله، يا مسهل باذن الله ان شاء الله. يعني طيب خلينا نتكلم عن بطولة دوري أبطال أفريقيا، احنا موجودين في المجموعة الرابعة، معنا سيمبا التنزاني، معنا شباب الثورة الجزائري، نادي الأهلي، و مين تاني معنا؟ فيتا كلوب، فيتا كلوب الكونغولي. طيب شايف النادي الأهلي مكانه فين دلوقتي ما بين الفرق دي؟ أو طبعا احنا موجودين في الصدارة دلوقتي، لكن لما بنتكلم عن المنافسين مين هو أقوى منافس ممكن نواجهه؟ من خلال المتابعات بتاعت فيتا كلوب، انا تابعته الموسم اللي فات لما كان بيلعب في دوري في الكونفدراليه، فريق كويس جدا، خطير جدا على ارضه، الاجواء الجماهيريه بتسبب مشكله كبيره جدا لاي فريق بيلعبه على ارضه. شفنا الماتش اللي فات كسبوا سيمبا 5
صحيح. وسيمبا كانوا كسبان شبابيك الثوره 3 النتائج مختلفه فالامور كلها لحد دلوقتي مش هتتضح الا بعد مباراتي الاهلي وسيمبا. صحيح. لو الاهلي ان شاء الله قدر ان هو يقدر يكسب الماتشين او حتى يتعادل الماتش اللي هناك ويكسب الماتش اللي هنا، اعتقد هيبقى بنسبه كبيره الاهلي وفيتا كلوب هما الاثنين اللي بيتنافسوا على التأهل، بيتنافسوا مع بعض يعني مين اول ومين تاني على التأهل. لو لا قدر الله النادي الاهلي ما حصلش اي حاجه كده في الماتشين، اعتقد ان هيدخل سيمبا تاني في المنافسه، لكن الماتشين اللي جايين دول هيبقوا فرصه النادي الاهلي ان هو يزيح منافس عن ان هو يقدر ينافس في المباريات القادمه. طبعا النادي الاهلي 4 وسيمبا 3 فيتا كلوب بثلاثة، هنقول صحيح. هنقول فيتا كلوب بيقدر يكسب الماتشين او يكسب حتى ماتش وتحدي الماتش فهيقدر يعني هيفرق عن النادي الاهلي، فلازم النادي الاهلي الماتشين اللي جايين يكسبهم او حتى يتعادل الماتش اللي هناك، يعني اعتقد هيفرق جدا مع النادي الاهلي يعني. طيب هل تتوقع ان يكون في اي تغييرات في التشكيل الخاص بنادي الاهلي قصاد سيمبا التنزاني يوم السبت اللي جاي مع رجوع طبعا بعض اللعيبه اللي كانت مصابه؟ بصي من خلال رؤيه وكمان غياب ياسر ورمضان. بصي هو من خلال متابعتي للاسارتي خلال الماتشات اللي فاتت، الراجل بيعتمد في المقام الاول، هو مش جاي يجرب، لا هو الراجل جاي متبلغ له او اتفرج على الفرقه بشكل كتير جدا، عايز يثبت تشكيل. يمكن شفنا مثبت حسين الشحات في الثلاث ماتشات اللي فاتوا او الماتشين اللي فاتوا، صحيح، مثبت رمضان صبحي في الماتشات اللي فاتوا، ومثبت حتى اجايه بعد حتى ما رجع صلاح محسن في الماتش بتاع وادي دجله، لا كان مريحه، كان بيلعب اجايه مهاجم. اعتقد ان هو بشكل كبير مثبت تشكيل، عايز يعمل نوع من انواع الانسجام والانسجام بين اللعيبه كمان داخل الملعب طبعا. فكل الامور ديت اعتقد ان هو ده تفكيره، ما اعتقدش ان هيبقى في تغييرات الا تبقى في اضيق الحدود يعني. طبعا ان شاء الله حمدي فتحي يرجع باذن الله في وسط الملعب، ان شاء الله هو يرجع في وسط الملعب. هيبقى في عندك محمد هاني يلعب في اليمين، حمدي فتحي في النص مع عمرو السوليه، ياسر ابراهيم اعتقد انه ممكن يلعب، ايمن اشرف في كباك مع سعد سمير اللي رجع من الاصابه. من ناحيه رمضان طبعا هيبقى في جاليردو، هيبقى في طبعا حسين الشحات، جيلاردو مش هيلعب في افريقيا صح. لا عندك ان شاء الله هيبقى في مثلا اسلام محارب، هيبقى في مين تاني ممكن يقدر يلعب في الجنب ده، في كذا لاعب في النادي الاهلي، احمد الشيخ مثلا يقدر يلعب في المكان ده، مع ناصر ماهر طبعا الاساسي لسه بيتاهل طبعا، ناصر ماهر خلاص راح على سموحه، ممكن احمد حمودي، احمد حمودي ممكن يستخدمه عشان احمد حمودي لعب خبره شويه في الناحيه الافريقيه او الكلام ده، فدايما بيديله او بيلعبه يعني. لكن الاقرب اعتقد ممكن احمد الشيخ مثلا، او ما هو للاسف لسه بيتاهل، لسه ما رجعش كمان. طيب يبقى ممكن الاقرب احمد حمودي. صحيح، يعني لسارتي ما عندوش اوبشنز كتير برغم العدد الكبير جدا اللي في الفريق دلوقتي. ما هو عندنا فرقتين بس للاسف، يعني فريق ونص مصابين. خلينا نتكلم برضو عن لسارتي نفسه، وشايف ازاي الفريق اتطور تحت قيادته او تحت فكره، وشايف طريقته ازاي مناسبه للنادي الاهلي طبعا مع تحقيق الانتصارات الاخيره في الدوري المصري الممتاز. بصي الكره اللاتينيه عموما بتعتمد على الكره اللي هي من لمسه واحده، فيها تحرك كتير، فيها ان انا ازاي ابني هجمه من تحت. كل الامور ديت لسارتي من ساعه ما جه بيحاول ينقلها للعيبه النادي الاهلي. شفنا في ماتش المقاصه اكتر من جمله اتعملت للعيبه النادي الاهلي في ماتش وادي دجله، كان ازاي النادي الاهلي بيقدر يخلق المساحات اللي يجري فيها حسين الشحات، وبيقدر يجري فيها رمضان صبحي. شفناها في كره رجله الجزاء، رمضان صبحي واخد الكوره وقدر ان هو يحرز يجيب منها ركله جزاء. الكره اللاتينيه عموما بتعتمد على القوه، على السرعه، على ازاي تلعبي من غير كوره بشكل كويس، تحركات كمان. كل الامور دي اعتقد احنا شفناها في اخر ثلاث ماتشات تولى فيها لاسارتي تدريب الفريق. لا شكل الاداء بتاع النادي الاهلي اتغير، بقى في روح، وجود المدرب كمان على خط التماس وتفاعله بشكل كبير مع اللعيبه، ادى انطباع للعيبه ان الراجل ده فعلا مش جاي يهزر او جاي ان هو ياكل عيش زي ما بيقولوا يعني. اعتقد ان التطور اللي بيحصل للفرقه خلال الفتره اللي جايه مع عوده اللعيبه المصابين، اعتقد ان الموضوع هيختلف مع المدير الفني الجديد. توقعاتك ايه بقى للمنافسه على لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي؟ لا هو
توقعاتي ان في نتائج بتحصل من الفرق بتقول ان ممكن يكون نادي الزمالك اقرب. طبعا بالنسبه للنادي الاهلي ضيع مباريات كتيره من تحت ايده، لكن نادي الزمالك بشكل كبير هو اقرب للدوري، لكن لحد الان بالورق بالقلم هو الدوري لحد دلوقتي لسه في الملعب. يعني النادي الاهلي اكيد لسه في الملعب، وانا عايز اقول لك ان اللي هيحسم الدوري ده في الاغلب هو المواجهات المباشره ما بين الاهلي والزمالك. ما ده لسه ده انا اللي قلته في بدايه الفقره ان لسه في ماتشات النادي الاهلي هيقدر يلعبها. يعني لو بصينا للفرق هنلاقي هم ست نقط، دول حاجه قليله جدا. ده في حاله ان الاهلي فاز بكل مؤجلاته والزمالك فاز بكل مؤجلاته، هيتبقى الاهلي والزمالك الاثنين مع بعض، وكره قدم ما فيهاش ست نقط دول يعني ماتشين. لا وكمان النادي الاهلي قد يكونوا مباراتين الاهلي والزمالك. النادي الاهلي قبل كده كان فارق 13 نقطه وقدر يرجع ويكسب ببطوله الدوري قبل كده. صحيح. فزي ما بقول لحضرتك في الورقه والقلم، بالورقه والقلم الاهلي لسه لحد دلوقتي في المنافسه. قادر ان هو يقدر يعود مع الزمالك كاول او ثاني. المواجهات المباشره بين الفريقين في الماتشين هم اللي هيحسموا. لسه في ماتش ثاني بين الزمالك وبيراميدز في الدور الثاني، لسه الاهلي هيلعب مع الاهلي وبيراميدز في الدور الثاني. كل الامور ديت هتبقى أكيد صعبه. هتفرق. صحيح. لسه الزمالك ما قابلش الاسماعيلي، ما قابلش المصري. في مباراه صعبه للفريقين. يعني لو هنتكلم كمان عن الفرق المهدده دلوقتي بالهبوط، شايفها ازاي؟ لا دي ما تقدريش يعني للسنه الاولى يعتبر من فتره كبيره ما تقدريش تحدديها. يعني يعني الثلاث فرق اللي صعدوا من الدرجه الثانيه، الجونه، نجوم المستقبل، مين تاني الفرقه الثالثه؟ حرس الحدود. الثلاثه بيقدموا نتائج مميزه جدا. صحيح. لحد فتره قريبه كنا شايفين بتروجيت الاخير، وشايفين الاسماعيلي قبل الاخير، وشايفين المقاولين اللي قبل. دلوقتي لنا المقاولين بقى خامس وبقى سادس، والمقصه كان قبل كده كان راجع لورا. دوري الموسم الحالي مختلف. فما تقدريش تحددي. يعني الاول كنا مثلا نلاقي ثلاث فرق بتوع الممتاز هم اللي صعدوا بالممتاز بي، هم نفس اللي بيهبطوا كل سنه. لا السنه دي احنا شايفين الجونه بيلعب بيقدم مباريات كويسه، وبيكسب خمسه وبيكسب سته وبيكسب اربعه وبيكسب ثلاثه. حرس حدود بيكسب اثنين وبيكسب واحد وبيكسب فرق كبيره وفرق ثقيله. فما تقدريش تحددي لحد دلوقتي مين الفرق اللي هي هتقدر تهبط، يعني لان الموضوع صعب جدا. يعني طيب خليني اسالك عن طلب النادي الاهلي باستخدام حكام اجانب لمباريات بيراميدز ونادي الزمالك. هو الطبيعي ان اي فرقه بتنافس على بطوله الدوري لازم تبص لمنافسيها، سواء لحكام او سواء لاي جانب من جوانب اللعبه. انا كطبيعي نادي الزمالك قبل كده طلب ان يحكم له او ما يتحكملوش او يبعد ثلاث حكام معينه. ارسلهم رئيس نادي الزمالك للجنه اتحاد الكوره، قال له انا مش عايز الحكم الفلاني والحكم الفلاني والحكم الفلاني. اعتقد ان امور كلها طبيعيه، ان اي نادي بيطلب حكام تحكم للفرق المنافسه. بس هي الفاينل بقى ان انت ازاي تقدر تتعاملي بهذا المنطوق. يعني هل فعلا ده هيتنفذ ولا مش هيتنافس؟ هي دي المشكله. يعني طيب خليني اسالك، بما اننا بنتكلم دلوقتي عن التحكيم، تقنيه الفار، طلع كابتن عصام عبد الفتاح وقال ان تقنيه الفار دي هتطبق ان شاء الله في امم افريقيا من دور الثمانيه، وممكن برضو تطبق في الدوري المصري ولكن من الموسم القادم. هو انا سمعت ان هو بيتكلم ان لسه لحد دلوقتي لسه الاجهزه ما جاتش. طبعا انت عارفه لما جينا طبقناها الناس كلها ضحكت علينا، شكل كوميدي جدا. والسوشيال ميديا كلها طبعا اتكلمت علينا، ومش السوشيال ميديا بس، احنا كمان كانوا القدر الديني اتكلمنا على المهزله اللي حصلت ساعتها. احنا فاهمين الفار غلط، يعني كان منظرنا للاسف مش كويس. اعتقد ان بطوله افريقيا زي ما هي في 2006 كانت بدايه جديده اللي احنا نشوف جماهير في 2006 بشكل مختلف، وكان مشينا عليها بهذا المنوال. اعتقد ان البطوله اللي هتلعب في مصر ان شاء الله في شهر 6 برضو، اعتقد ان هي هتسيب اثر كبير جدا على الكره المصريه في قصه في كل حاجه. يعني صحيح. اعتقد ان الموسم الجديد سمعت كمان ان هم ابتدوا يعملوا مدرجات خاصه او تقنيات خاصه وامكانيات خاصه لذوي الاحتياجات الخاصه اللي هم هيحضروا مباريات كاس امم افريقيا، ففي اهتمام طبعا بذوي الاحتياجات الخاصه، وده جديد برضو عندنا جوه الملاعب المصريه. فكره كمان حجز التذاكر الالكترونيه ببصمه الوش عن طريق الانترنت، يعني في حاجات كتير برضو جديده علينا هنا في الكره المصريه هتحصل بسبب ان احنا خلاص استضفنا بطوله امم افريقيا. ما خلاص اللي كان بيطلبوا النيابه بعد مباراه المصري بين الاهلي والمصري اللي حصل فيها، ان لازم عشان ترجع جماهير لازم يبقى في كاميرات ولازم يبقى في حاجات الكترونيه ولازم في كل حاجه. اعتقد كل ده
هيطبق فعلا وحتميا في بطوله افريقيا عشان خاطر تضمني سلامه الجماهير وضمان سلامه ان البطوله تخرج بشكل قد تكون بقى امم افريقيا هي بوابه رجوع الجمهور مره ثانيه للمدرجات بكامل الاعداد. هتبقى بوابه اولا دوري المحترفين في مصر، بوابه ان الجمهور هيرجع، بوابه ثقافه جديده ان ازاي نقدر نتعامل مع الجماهير او الجماهير تتعامل مع مباريات كره القدم. دي حاجة مهمة جدا، لازم خلال الفترة من دلوقتي لحد شهر 6 نخفف شوية نغمة التعصب بين جماهير الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز أو الإسماعيلي أو المصري أو الاتحاد. لازم كلنا نرجع تاني نتكاتف عشان خاطر نقدر ننجح البطولة ديت، لأن طبعا في الأول وفي الآخر هي مش في وش مصر، مش في وش اتحاد الكورة بس، لا ده في وش الشعب المصري كله. صحيح. من أول الإسماعيلية لأسوان للإسكندرية لكل كل المحافظات. أعتقد إحنا علينا مسؤولية كبيرة كشعب إن إحنا نقدر ننجح البطولة دي. أكيد. أستاذ محمد قطب الناقد الرياضي في صحيفة أخبار الرياضة، نورتنا النهاردة أكيد في كلام في الميديا في قناة الأهلي. ميرسي جدا يا شيماء، وبشكر كل مشاهدي قناة الأهلي. بشكر حضرتك، شكرا طبعا لحسن متابعتكم، أشوفكم بإذن الله يوم السبت اللي جاي في حلقة جديدة الساعة 5 مساء من كلام في الميديا، ويوم سعيد على حضرتكم.